الذي تغير في هذه المناورات خاصة وأنها تنظم منذ سنوات عديدة؟ شكرا على الاستضافة. أهلا بك. بالنسبة هذه المناورات أولا تأتي في سياق مختلف عما هو الحال بالنسبة للسنوات السابقة، فمن جهة لا ننسى أنه خلال السنة الماضية سنة 2022 كانت هناك محاولة كبيرة في بالنسبة للوبي المساند للطرح الجزائري من أجل نقل مناورة الأسد إلى دولة أخرى، وقد فشلت هذه المناورة. فتنظيم مناورة الأسد هذه السنة يؤكد بشكل قطعي فشل هذا النوع من المناورات ونهايتها بشكل قاطع. ما يميز كذلك هذه المناورات أنه أن الشراكة ما بين المغرب والولايات المتحدة وصلت إلى درجة جد مهمة، حيث أنها عرفت أولا تنوع في التدريب بشكل مفصل مقارنة للماضي، حيث أنه تم إطلاق يعني النيران بواسطة المدفعية يعني على شكل عملية هجومية يعني تستهدف خطوط العدو، يعني كذلك عملية القصف الجوي والاستخدام المتناوب والمنسق لجميع الجيوش، مع كذلك مع مزيج من إطلاق النار وحركة القوات البرية في الوقت نفسه. هذا الأمر يشكل بشكل يعني واضح أن القوات الأمريكية والقوات المغربية وصلت درجة كبيرة جدا من التنسيق البيني من أجل عمليات مشتركة مستقبلا، يعني من أجل بناء الاستقرار والسلام في العديد من المناطق.